بدأ الفنان أحمد عز تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد فرقة الموت، والمقرر عرضه في صيف 2024، واللي بتشاركوا في البطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد، ومشاركة مميزة من آسر ياسين بدور خط الصعيد. أحداث الفيلم بتدور في أربعينيات القرن الماضي، وبيقدم فيها أحمد عز دور ضابط شرطة بيكون فرقة للقضاء على خط الصعيد بتكليف من رؤسائه. وقبل تصوير أولى مشاهد الفيلم قال أحمد عز في تصريحات صحفية إنه متحمس جدا للتجربة، خاصة وإنها مأخوذة من أحداث حقيقية حصلت في أربعينيات القرن الماضي، وأكد إن الفيلم بيضم كوكبة من النجوم المميزين، واللي في منهم بيجتمع معاهم في عمل لأول مرة زي آسر ياسين. وكانت آخر أعمال أحمد عز السينمائية فيلم كيرة والجن مع الفنان كريم عبد العزيز، واللي حقق أرقام وإيرادات قوية جدا، تصدر بها الفيلم المأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد شباك التذاكر لأسابيع طويلة.